السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد القضية بغينا نهضروا عليها اليوم، كتوقع بزاف بسبب هذه الجائحة ديال كورونا كاينة دابا وديال التعقيم اللي عليكم. واحد القضية كتوقع بزاف هاد الأيامات موالين الطوموبيلات، عند واحد المشكل كيوقع. أشناهو؟ الناس على قبل الفيروس اللي كاين دابا ديال كورونا فكيعقموا حوايجهم ويديهم، وطبيعة الحال عندهم سواد، فكاين الناس اللي كيعقموا المفاتيح ديال السيارات ديالهم تاعهم. وهاد السواد كامل ديال الطوموبيلات راه الداخل ديالهم باش كنلقاو فيهم، كنلقاو على واحد الكارت المائية اللي كتأثر بالماء، بمعنى كيخرج عليهم الماء باش توصل ليهم للداخل. إذا كنصيحة لأي واحد بغا يعقم المفاتيح ديال السواد ديالو، ما يستعملش الجبيل، ما يستعملش الخل، ويستعمل المواد أخرى اللي خاصة بالتعقيم. مثلا كنلقاو هذا اللي كيكون خاتم بزاف، لا مكنصحوش بيه، ناخدو شي واحد اللي كيكون خفيف شوية أو فيه النسبة ديالو ممكن لانكول بزاف، باش كنتأكدو منها كنرشو مثلا في يدينا هاد المعقم، كنفرفو يدينا بحال هكايا وكنخليوها تعرض للبرد، الى حسينا بواحد البروديه كنعرف بانه راه الماركه مزيانه. علاش؟ لان في نسبه ديال الكحول مزيانه، وهذه مزيانه للمفاتيح. والطريقه المثلى باش يلاه ما نخسروش الساروت كنخرجوا عليه، ما نديروش مباشره الساروت، كناخذوا هاد البرودوي اللي قلنا، كندير واحد الكميه بحال هكايا وكنحاولوا نمسحوا المفتاح ونعقموه بهذه الطريقه، وهنا كنكونوا حمينا المفتاح ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بقى لي نقول لكم اللي عجبو الفيديو دير جيم وبارطاجيه مع اصحابو اللي عندو الطوموبيلات، واللي ما عندوش الله يعطيه شي طوموبيله داكشي اللي كيتمنى ان شاء الله. براه.